ارحب بضيفنا الكابتن الكبير والنجم الكبير كابتن ماهر همام. بدايه طبعا ابارك له على البطوله 43، البطوله المفضله عند جماهير النادي الاهلي محليا، بطوله الدوري. مساء الخير كابتن ماهر. نور يا احمد، والف الف مبروك. الحمد لله، طبعا مبروك على جماهير النادي الاهلي وادارته طبعا والمنظومه ككل، جهاز فني ولاعبين. البطوله 43 زي لما رجعنا كده الاجيال بتاعتنا جيل السبعينات، خلصنا الحمد لله البطوله قبل نهايه الموسم يمكن باربع خمس اسابيع. ودي سمه النادي الاهلي طول عمرنا. فالسنه دي بالذات يا احمد فعلا سنه محتاجه تدرس من الجانب الاداريه والجانب الفنيه والتكتيكيه واختيارات اللاعبين واختيار المدرب الفني واستراتيجيه اللعب. بصراحه سنه من السنوات العظيمه، يعني عايز اقول لك ان انا كنت واحد بيشارك في 11 سنه مع النادي الاهلي، حصلت فيهم على يمكن 10 بطولات دوري عام ويمكن 6 كاس مصر. لكن السنه دي سنه، يعني انت ربع انجازات الاهلي في الدوري يا كابتن ماهر. الحمد لله رب العالمين، يعني انا من ضمن اللعيبه اللي شاركت بشكل كبير جدا في الدوري العام وكاس مصر وحصولي على البطولات مع النادي الاهلي وافريقيا كمان. يعني انا من ضمن برضك يمكن اللعيبه اللي لعبت فيها اكتر من 33 مباراه افريقيه في طبعا في التاريخ 11 سنه مع الفريق الاول. فعايز اقول لك ان السنه دي كمان يمكن سنه من سنوات اللي احمد فعلا تكتب في التاريخ. ايوه، وزي يمكن قبل الهوا قبل الخبر الجميل اللي انت كنت بتتكلم عليه، ان النادي الاهلي فعلا حقق السنه دي ارقام خياليه، مكاسب كبيره جدا من البطولات اللي حصلها. عايز اقول لك ان صاحب القرار بيرجع لصاحب القرار، للمؤسسه الكبيره اللي فيها مجلس اداره على اعلى مستوى بكابتن محمود الخطيب، والقرارات الاداريه اللي بتتاخد اللي بتساعد بشكل كبير جدا على هذه الاستراتيجيه وهذه النجاح. فبصراحه عايز اقول لك ان القرار الاتاخد بتاع راحه اللعيبه الموسم اللي فات، انا بسترجع كده مين صاحب القرار الجميل ده؟ هل الكابتن محمود الخطيب؟ خد بالك ده واحد من القرارات اللي اتهجمت عليها اداره النادي الاهلي عموما بصرف النظر مين كان صاحب القرار او صاحب الفكره يعني، لكن قوبل بهجوم برضه في التوقيت ده، زي ما قوبل قرار التعاقد مع مارسيل كولر بهجوم كبير جدا، زي ما تعرضت اداره الاهلي لانتقادات كثيره جدا في الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي. ورغم كده احنا شايفين واحد من افضل مواسم النادي الاهلي، مش بس على فكره التتويج بالالقاب يا كابتن ماهر، يعني هي مش قصه بطولات والقاب بس، بقد ما في حاله شعور كبير عند يعني مش هقدر اتكلم باسم كل الجماهير، لكن عند اغلب الجماهير انه الاهلي رجع السنه دي بالشكل اللي احنا كنا مستنيينه. بالظبط، القاب وبطولات واداء وارقام ما اتحققتش اعتقد من سنين طويله. دي حقيقه يا احمد. عايز اقول لك ان القرار اللي طلع في وقته وتهاجم بهذا الشكل، النهارده نتاج هذا القرار الجميل العظيم، فده بيرجع لان فعلا قيادات النادي الاهلي ومؤسسه النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا. وزي ما قلنا في حته تاني، يعني احنا مش هنتقارن بافريقيا بقى واسيا، احنا عايزين نخش في المقارنه بينه وبين الدول اللي هي المصنفه. عشان كده النادي الاهلي بيصارع مع ريال مدريد ومع بايرن ميونخ ومع الفرق اللي ليها باع كبير جدا في الكره الاوروبيه. لكن عايز اقول لك قرار راحه اللعيبه يعني كان قرار صراحه يعني حكيم، وقرار يعني مبني على نضج وخبرات، انك انت تاخد القرار ده في التوقيت ده وتريح اللعيبه، عشان انت عارف ان في المستقبل هتجني ايه وهتشتغل على ايه وهتثمر بايه. فدي يعني ده قرار بصراحه يا احمد فرق معانا بشكل كبير جدا.